أن نخشى ضربة أمريكية، الإنسان الفطن يجب أن يحسب حساباته كلها، خاصة في ضوء إدارة تستطيع أن تضرب ولا تعرف كيف تخرج. نأمل ألا يحدث ذلك، ونسعى إلى الحوار والتفاهم لكي نجنب هذه المنطقة المزيد من الدمار، ونجنب الأمريكيين مزيد من القتلى. القمة لا تطلب من إسرائيل شيئا، إسرائيل دولة احتلال واغتصاب للأرض، تدعي أنها تريد السلام. من يريد السلام الطريق إليه واضح، هناك متطلبات للسلام تقوم على أساس قرارات مجلس الأمن. إذن إسرائيل أن تعلن التزامها بقرارات مجلس الأمن، بمرجعية مدريد، بمبدأ الأرض مقابل السلام، وستجد العرب جاهزون للسلام، للحل في لبنان. لكن يعني نعلم أن هذه اليد الممدودة لن تظل ممدودة بهذا الشكل، وأن هناك مدى إطار لعمل أي مبادرة من مبادرات السلام. إحنا ما سحبناش مبادرة السلام، إنما السؤال هو هل ستظل مبادرة ملقاة على الطاولة دون أن يكون هناك أي تحرك أو ما يشير إلى إرادة سياسية لدى الطرف الآخر ليدعم عملية السلام؟ إحنا شايفين إنه الإرهاصات كلها سلبية، لعل هناك إرهاصات إيجابية نحن لا نراها. الرسالة واضحة من جانبنا، نحن نكاد نصل إلى نهاية الحبل.